فالميدان تبرك 14 نفر، حطونا في حافلة، في أجروا لنا أجار ومشينا بها لوين، مشينا لجدابية. من لجدابية طلعنا راس نوف، تمام، طلعنا راس نوف إن على سننا قدام إيش مرتزقة، مرتزقة الكلام هذه ما صارش بالكل، ما فيش كلام اللي يحكوا فيه هذا ما فيش بالكل، عرفت. فذلك نبيدي نادم عليه اللي درته، وننصح لأي واحد مواطن عنده سلاح عنده نية يرد مكانه، يسلم المكانة. طلعوا إيش، طلعوا الجماعة مشوشين ومش تمام ومخربين، عرفت، وحتى وجوههم أول مرة يعني نحكم بصراحة. سكان بنغازي منطقة المستشفى العسكري، مريد 80، العمل طبعا في قسم شرطة النجدة. تم القبض علي في منطقة بن جواد، قبل مشيت النيابة طبعا، حقوا في الأخبار في الجزيرة والعربية والتجمع والدنيا، قلنا نعدي نشوفهم. مشينا غادي قديه من النيابة، الخير كله فيه، الشيوخ يجوا، بنات يجوا، عالم يجوا. طبعا أنا مشيت غادي، مشيت طبعا نقول لكم بصراحة يعني يا أخوتي، مشيت خمران ما أدري على شيء، مشيت خبر ما عندي شيء، وسمعت كلام غسيل مخ، كلام يدوخ. قالوا لي عدي جاهد وعدي موت شهيد، عدي عدي وعدي وعدي، ورا والنظام فاسد ولا هو نظام مش عارف شيني ولا ما قالوا. مشيت انا وصاحبي، اعطوني السيارة عسكرية من غادي، اعطوني سيارة عسكرية وعديت على اساس نص السلاح. قالوا لا عدي خذها من معسكر 7 ابريل. عدينا المعسكر، شفنا المعسكر، قالوا ما فيش سلاح، عدي اللي يمشي غادي واللي يموت خذ سلاحه. فمشينا نحن، مشينا لعند طقيله بن جواد، لقينا مرتزقه، لقينا ناس تجاهد، حتى ناس تجاهد حكون عليهم قاعدين غادي، وحتى اللي جاهد غادي يحق فيش، حتى كان معي سلاح انا، واللي يجي يصابين قدامي بنقتله، نقتل خويا الليبي، يعني فيش قدامي لا مرتزقه لا قدامي شيء. مسكوني ناس ليبيه محترمين، قدروني، خذوني وكلوني وشربوني، وقالوا لي غش انتبهي بس. بس والله نقول لكم يا اخوتي، وعارفيني كلكم، اولكم يا فتاح يا صالح اكيد تسمعوا فيه توا، جيراني ضرا سيدي، انا خوالي من طرابلس، ويومي اكيد توا حقيتيني طمنتي توا، اكيد طمنتي توا، انا قاعد في طرابلس وان شاء الله بكره بعد بكره تمشي الخالي هذه. طرابلس ما فيها شيء، والطريق امنه وحق الله ما فيه حاجه. غادي كلام غسيل مخ، النظام شنو، ديني شنو، شنو الكلام فاضي يقولوا فيه؟ كان في حاجه دوليه لا توا، قلت لهم قبل ما نوصل غادي، علاش تمشي الحارب فيه؟ معليش شنو فيه كان بينهم؟ مش مسلم حتى هو، تو انت مسلم تقتل مسلم هذه تجي؟ ها كان قالوا في طرابلس فيها، طبعا قالوا لنا من جواد ما تحروها عدوا طرابلس على اساس مدينه محتله، هي محتله منيش، لا فيها طليان، لا فيها انجليز، لا فيها امريكان، لا فيها شيء. تي بالعكس ما فيها شيء، اللي لقيت الا اخوتي بس غادي، واحترموني وقدروني. يعني انا جايهم نقتلهم، ليش ما قتلوني؟ ليش ما قتلوني؟ ها مسكوا معي سلاح وقالوا لي هيا قاتلوني، يعني كانوا قتلوني ولا لا؟ المهم نقول لكم بالذات جيراني، راه جيراني بالذات اللي يعرفوني، والكل شباب طبعا، الكل شباب، لكن في ناس عارفها تمشي، والله نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله ما تمشيش، ردوا العلم خضر، والله القائد ما تلقوا غيره، والله 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 ما تلقوا غيره، قسما بالله لا في واحد ظن على الكلام هذا ولا شيء. الخير جايكم، والله جاكم الخير، الله بإذن الله تعالى، وحد الله. واللي قدام النيابة ضومة، ليش ما عادوا برواحهم يجاهدوا؟ ليش خلونا نمشوا نحن اهو مزرينا، خليهم يجيبونا ترى من غادي، خليهم ياخذوني من وسط طرابلس توا، أكيد يسمعوا فيه حتى، ما خليهم يجوني ترى. من سكان بنغازي بعطني، وجاوني جماعة أصحابي قالوا لي هاي نمشوا للنيابة غادي. مشينا النيابة لقينا فيها ناس شيوخ بحيهم، ولقينا عبد الجليل وقالوا لنا أنتوا معانا ونصلحوكم، واللي تبغوا نعطوها لكم، وتعدوا لراس نلوف وتعدوا للسرت وتجاهدوا، خذكم الاسلام قاعدين يقتلوا فيه من مرتزقه، في قاعدين في بن جواد وفي راس نلوف وفي سرت. ومشيت نغادي، مشيت راس نلوف، وبعدها مشيت بن جواد مسكوني،
مسكوني ما جيش لا مرتزقة لقيت شينا، لقيت ناس سلام خوتي كيف ما لقيتهم وقاعدين يدافعوا على وطنهم. أعطوني ناس سلاح، أعطوني كلاش، وأعطوني جلاطينة، قالوا لي أول ما تلاقي نقطة فجر روحك أنت والجماعة اللي معك، وفجر روحك وتموت شهيد. ومشيت بالفعل صدقت كلام تاعهم هذوما، ومشيتنا لعند بن جواد ومسكوني الناس هذوما اللي يقولوا هم يقولوا مرتزقه ما فيش كذب لا فيه لا مرتزقه لا في شيء. لقيت ناس ليبيه واخوتنا وناس طيبه وناس قاعده تكافح لاجل الشعب هذاي، وننصح اخوتي كلهم، ننصح الناس اللي يسمعوا فيا واللي يشوفوا فيا ننصحهم يردوا لعقولهم، واللي عنده حاجة عادي يسلمها ويريحوا رواحهم. ورغم اللي قاعدين عند النيابة هذوما شيوخ كذوما منافقين وكذابين ويبوا الجهاد يعدوا يجادوا فلسطين مع فلسطين يجادوا غادي. من مدينة بنغازي مسكوني في شدوني في قبضوا علي في راس نلوف وجندونا في بنغازي تطوع، قالوا لنا تطوع ونعدوا نحاربوا المرتزقه، ويقولون ان مرتزقه للناس اللي شفناهم اللي مسكونا ناس طيبين وناس محترمين، وقالوا مرتزقه هم من الغرب من مصراته ومن طرابلس، ولقيناهم كلهم ناس من الليبيين واخوتنا يعني، ما لا في مرتزقه ولا حقنا مرتزقه. ونصيحة للشباب في بنغازي ومنطقة الشرقية أني اللي عنده سلاح يسلمه وترد بنغازي كيف ما هي وترد الحرية وترد الأمان. وبنغازي من قبل كانت أمان وتمام، توا قاعدة منطقة لا شيء، لا قانون ولا حرية ولا أمان. سمكة بنغازي منطقة المجوري، وتم القبض علي في بن جواد، لكن جاي هنا قالوا لي ان في مرتزقه وفي يهود كذا مضى قد مع بنغازي كله، واكيد اللي يسمعوا فيه تو عارف يسمعوا في الدوات، ويحب يقول لهم ان انا ما فيش لا مرتزقه ولا في يهود ولا في شيء، ليبيين يقتلوا في ليبيين ولدا اللي مسكوني ليبيين، والحمد لله ما 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 ما, ما قتلتش حد، وهذا راه مخططات من برا من برا البلاد او من ناس ممكن يقعد عنده مصلحه او حاجه كيفك. لكن هنا انا اللي شفت، انا جيت شفت بعيوني، ما فيش حد قال لي، انا لما اصدق كل واحد يقول لي كذا واحد يقول لي كذا ما صدقتش، نين جيت نبي نشوف بعيوني، وكان لقيت فعلا يهود ولا مرتزقه راني قتلت وراني ما درت، لكن في سب اخوتي وفي سب وطني ليبيين. ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قائد عفا علينا، وان شاء الله يوم اللي نوصل بنغازي كل ما نغرر بيه يا ويله. ونحب بس نقول للجماعه اللي يحقوا فيا ويسمعوا فيا، راهو يتخلوا الكلام هذا يخش عليكم ولا ينطري عليكم، راهو ما فيش بكر الدوه هذه، راهو هنا اللي قاعدين هنا ان الليبيين كيفنا كيفهم. ساكن في بنغازي منطقه بعطني، انا يعني عبونا روسنا والعالم اللي في بنغازي اللي عند النيابه هذوما عبونا روسنا وقالوا لنا راه في مرتزقه وفي يهود وني في غادي في طرابلس وفي سبها وفي زليتن، وهذا كله راه ما فيش والله ما فيه. وانا مصبي انا قدامكم ما فيش منا الكلام هذا بكل ان في 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 مرتزقه غادي حتى في بنغازي، قالوا مرتزقه جو في مرتزقه في بنغازي ما فيش مرتزقه شيء. وننصح اصحابي وننصح جميع اللي في بنغازي وننصحهم كلهم، راه الكلام هذا كله اللي في روسكم كله راه غلط غلط في غلط، راه الكلام هذا كله ان تبي تقول لا ما فيش كلام هذيه، انا هو مصبي تلاكم وندوي لكم الحق، راه ما فيش منا بكر الكلام هذا والله ما في منا، راه الله راه مرتزقه ما فيش بكر، وراه اللي عندكم سلاح واللي عندكم نقول لاهليهم لامهاتنا وابهاتنا راه الكلام هذا ما فيش منا، راه خذوا سدوا السلاح من عيالكم، قولوا لهم راه الكلام هذا ما فيش والله ما في راه الكلام هذا. ونقول خالي انا يا ريتني سمعت كلامك، إن كلمتني في التليفون وقلت لي راه ما فيش كلام هذا وخلك مع القائد
وقول الله ومعمر وليبيا وبس، هذا اللي نعرفه نحن. بالمدينة البيضاء منطقة الشعبية 600 تم القبض عليه في منطقة بالجوات، عليه كنت قاعد في حوشنا في البيضاء. الناس اللي بوجه خطاب للناس اللي اخوتي واخوتي وجيراني، ان الناس اللي قاعدين في الخيمة عند مؤتمر الشعب اللي اظن يضحكوا على الناس ويكذبوا عليهم، ما فيش لا مرتزقة وما فيش لي، وانا قاعد او بين اخوتي، انا في قاعد انا بين اخوتي وبين ضلع عمي في الوجه خطاب اخوتي يا محمد ويا صالح، يا محمد ويا صالح يا علي رد بالكم، واحد يعطيك بسلاح وتمشوا، رد بالكم واحد يعطيك بسلاح وتمشوا تحاربوا، والله يقولوا لكم في مرتزقه وراه، والله ما في مرتزقه ولا في ناس ولا في شيء بالكلام اللي يحكوا فيه بالكل، ردوا بالكم راهم يضحكوا عليكم ويكذبوا عليكم، ردوا بالكم يطيحوا بيكم وبين خوتكم ويخلوكم تقتلوا وتقعدوا تضربوا في خوتكم، ردوا بالكم تطيحوا في الغلطه اللي تحت فيها انا، ردوا بالكم. سكان بنغازي سكان أرض زواوة، كنا ماشيين أنا وجماعة بسيارة ومعنا سلاح طالعين للمنطقة بن جواد على أساس بنساعد أخوتنا المسلمين، وإن الكذب اللي قالوه الجماعة بتاعي الحية لا في مرتزقة ولا في شيء، وأنت يا أمي يا أباتي ويا أهلي عارفيني كويس، وأنتم وجهتوني نصيحة، أنتم قلتوا لي ما تمشيش المعارضة، وبارك الله فيك أمتونا لقيت خوتي وقاعد معاهم خوتي الليبيين وقاعد في طرابلس ما شاء الله عليا مع الليبيين، وكلهم ما شاء الله كلهم خوتنا صبولنا، واليهود هذوما هم اللي خشوا بيناتنا، اليهود والشيوخ هذوما يتقوا الله في أنفسهم، ليش؟ لأن قالوا لنا هذوما مرتزقة، ما فيش الكلام هذا مرتزقة، ما فيش الكلام هذا بكل واحد، والله يا جماعة اللي يعرفني بحث فيها أرى والله العظيم أقسم بالله من صالحكم الكلام هذا، أرى لا في مرتزقة ولا في كلام فاضي لا في شيء بكر، هذه فتنة يزرع في الفتنة في بنغازي، يا أهل بنغازي أوعوا صحوا عقولكم، أقسم بالله العظيم را كلام فاضي كله اللي يقولوا في لك مضاهي، أرى نحن إسلام أمة محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشيوخ يتقوا الله خلاص يا ما حش يزرع الفتنة، واللي يعرفني وصاحبنا ويديرني كيف خوه رأي الكلام هذا كله ما فيش منه كذب، رأي يزرع في الفتنة، رأي نحن عايشين أحسن معيشة من بين الدول الخارجية كلن، حسداتنا حسدين الليبيين، فلذلك نحن نفطن أرواحنا ونوعه، ليش؟ لأن هذا كلام كله كذب، رأي مرتزقة وكلام فاضي هذا ما فيش بكر، وقالوا لنا في جهاد ما جهاد وكلام زي كلام هذا، وطلعوا غادي سنعطوك مسلاح وساتقتلوا المرتزقة، وكي طلعنا مشينا طبعا المدينة درنا شفنا خطمنا على المدن، ما فيش لا أمن لا أمان شيء من المدينة لا في أمن لا أمان، يعني طبينا الرأس لنا وفقنا متجمعين الناس بسلاحهم 14.5 وأغراض عامة ويعطوا في سلاح للشعب وهي تمشي تقتل المرتزقة وكلام زي كلام هذا، كمشينا خشينا على الله يناشط، خشينا على بن جواد لقينا مرتزقة لقينا شيء كلهم كتيبة أوليبيين وخايفين علينا، وهذا اللي صار معي.